في هذه اللحظات الحمد الكريمة تمت انطلاقة الشوط الثالث في المجموعة. هذا الشوط الثاني لفئة البكار من مسافة 2 كيلومتر لفئة الحقائق. في أول المراكز هذه الشاهين الداودية للسيد نواف بن محمد بن طينان العزمة مع الداودية في أول المراكز. ثاني المراكز هذه مهمة للسيد براك بن محمد بن براك المري في تسلت مباشرة إلى أول المراكز. ثاني المراكز هذه الشاهينية لسيد محمد المري في ثاني المراكز. انتبهوا للشاهينية واصلة في هذه اللحظات. اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذه تسلت الشاهينية لسيد محمد المري. اللي في اول المراكز هذه الشاهينية لسيد محمد المري في اول المراكز. ثاني المراكز وصلت في هذه اللحظات هذه الداودية لسيد نواف بن محمد بن طينان العزبة في ثاني المراكز. سلت مباشرة الى اول المراكز. ثالث المراكز سلت الى ثاني المراكز. هذه يلعب الكريم هذه نوف لسيد غانم بن سعد الدعبة في ثالث المراكز. هذه ولاء لسيد جابر بن محمد بن جوير المري في ثالث المراكز. رابع المراكز مهمة لسيد براك بن محمد المري. وخامس المراكز وصلت الشاهينية لسيد حمد بن جار البريدي في خامس المراكز. ولكن نواف هذه الداودية لسيد نواف بن محمد بن طينان العذبة في أول المراكز. ثاني المراكز هذه الحفلة كريم ولا لسيد جابر بن محمد بن جوير المري. ثالث المراكز وصل هذه نوف لسيد غانم بن سعد الدعبة. ولكن رح مع الداودية راحت الداودية بأول المراكز. هذه الداودية المكيتة الداودية لسيد نواف بن محمد بن طينان العزبة في أول المراكز. ثاني المراكز هذه ولا لسيد جابر بن محمد بن جوير في ثاني المراكز. ثالث المراكز نوف لسيد غانم بن سعد الدعبة. ولكن الداودية حتى هذه اللحظات هذه الداودية لسيد محمد بن طينان العزبة في أول المراكز. هذه اللي في أول المراكز واللي مسيطرة حتى هذه اللحظات. ثاني المراكز هذه ولا لسيد جابر بن محمد بن جوير. ثالث المراكز نوف لسيد غانم بن سعد الدعبة. والخوف من نوف ولكن راح حتى الداودية راحت الداودية للسيد نواف بن محمد بن طينان العزبة. نقول تهانينا والناموسة على هذا الفوز وهذا الأداء المميز للسيد نواف بن محمد بن طينان العزبة. هذا خريج مدرسة كبيرة جدا مدرسة السيد خجيم بن عايض العزبة. نقول تهانينا والناموس للسيد نواف بن محمد بن طينان العزبة على فوز الداودية بالمركز الأول. أما اللي في ثاني المراكز وصلت نوف ويتعود مكية نوف للسيد غانم بن سعد الدعبة. وثالث المراكز وصلت الشاهينية لسيد حمد بن جار الله البريدي. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3:05:50 من الثانية. تهانينا والناموس لسيد نواف بن محمد العزبة.